مرحبا. اليوم انا وعم بشرب نسكافيه، قلت بعملكم هالحلقة الصغير كتير طيب معها. تمام، يعتمد على حبتين موز، طحين، حليب، فانيليا، سكر. سكر بدنا وملح، سوري، سكر وملح. هلا اول شيء بدنا نقشر الموز. على فكرة في فوايد لقشر الموز، بعدين رح أعملكم درس عنها بتفيدكم كتير منيح. تمام، ما بنكبوا هيدا. تمام، هلا نمعصن. حطي شو بنحط؟ يلا تعلمي. حط الملح، الحلب بيشبه الجامعات. تمام، نحط السكر، اذا عندك سكر ناعم بيكون احسن. تمام، نحط سكر ناعم، نحط الفانيليا، ونحط معلقه الحليب. رح احط لكم المكونات بالديسكربشن تحت، بالديسكتوب، سوري ديسكربشن ديسكتوب، اللي هو دائما ملخبط، اللي هو صندوق الوصف بالعربي. ونحاول نضل نلف للموزة شوية تدوب معنا. هلا بنحط الطحين. انت عم تحطي الطحين، حطي شوي شوي، حاولي انك تضوقي مع الموز، كل شوي بتزيدي. بهاي الطريقة هيك مسكتوا لكم. كيف لما نعمل الجامات؟ نفس الشيء تقريبا، تحسي انه شوي صار كريمي. تمام، مش مشكلة الموز يضل قطع جواته، برضو طعمه بيطلع كتير طيب، يعني مش غلط لو الموز ما دير معك بالكامل. اوكي، هلا بنحمي الزيت، نجيب معلقة، بنشيل هيك كمية صغيرة مثل ما لما عملنا العجي مع بعض، علمتكم عليها نفس الطريقة بالمعلقة، ما في داعي توسخي شيء ولا تزيدي شيء. هو بحالاته هيدا الحلا انه يكون عشوائي. تمام، يعني مش شرط انه كله يكون نفس المقاس ولا نفس الشكل، نو بروبلم. حلو هيدا تشربيه مع قهوة تركية، مع نسكافيه، مع شي مر يعني. لاحظوا انه ما حطينا بيكنج باودر لانه ما بيهمنا انه ينفش. تمام هيك بتكون خلصت الكمية. طبعا اللي بيحب يعمل كمية زيادة ممكن يضاعف المقادير، يعني يخليهم 4 موزات ويضاعف اللي انا حطيته من الخميرة للاشياء هاي. هيك قلبناه بعد ما تحمر من تحت، بتحمر من فوق. تمام، شفتوا كيف نفش شوي حتى انه ما في بيكنج باودر. شوفوا كيف طريقتها حلوة. وهيك بعد ما صفيناه بالصحن بنحط سكر ناعم هوني. تمام، كثير حطهم بهالطريقة، وخلي الزيادة بالصحن لأنه بحب اللي بينتج إنه يرجع يغمسها بالسكر الناعم. تمام، حسيتي الموز عندك رح يستوي وما حدا عم ياكله، فيكي تعمليه حلا بهاي الطريقة قبل ما يخرب عندك. وهيك بكون خلص الفيديو لليوم. بتمنى اذا عجبكم تعملوا سبسكرايب وشير ولايك، ويعطيكم العافية على المتابعة. الله معكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس.
تعملوا لايك. شكرا لكم.